ونختم نشرتنا بالرياضة، حيث اختتمت أمس الجولة الخامسة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء 6 مقابلات أبرزها تلك التي جمعت المتصدر شباب قسنطينة بمولودية وهران. علي جعفر يفصل في هذه الجولة. في جولة منقوصة من مباراتين بسبب وجود عدد من اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، احتفظ شباب قسنطينة بصدارة ترتيب البطولة رغم اكتفائه بالتعادل دون أهداف مع ضيفه مولودية وهران، وجنب أبناء الصخر العتيق أمام مدرجات مكتظة الفوز لأول مرة منذ بداية الموسم. وتمكن أولمبي شلف من تجاوز ضيفه وفاق سطيف برباعية نظيفة، محققا فوزه الثاني هذا الموسم ومرتقيا إلى الرتبة الرابعة بشكل مؤقت. في المقابل تراجع فريق مولودية البيض إلى الصف الخامس بعدما تعثر مجددا بتعادله على ميدانه مع شبيبة القبائل دون أهداف. في مباراة أخرى استعاد أمل الأربعاء نغمة الفوز لدى استضافته اتحاد بسكرة. الأمل تفوق بهدفين ورفع رصيده إلى النقطة السابعة، وبملعب مجرى حقق النجم أول انتصار له هذا الموسم، كان ذلك على حساب شبيبة الصورة بهدف وحيد. الأمر ذاته بالنسبة للصاعد الجديد اتحاد خنشلة الذي فاز بثنائية دون مقابل على ضيفه هلال شلغم العيد منهيا سلسلة من 3 هزائم.